بآخر اجتماع للمركز الأوروبي الاجتماع قبل هيدا تم رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، وأشار البنك أنه ممكن هيدا الرفع يكون آخر رفع. منذ الاجتماع الماضي إلى الآن البيانات الاقتصادية ما زالت تشير إلى تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، وهيدا عزز إمكانية أو احتمالية أنه الفوائد لن يتم رفعها بعد الآن، لبل دفع بعض المشاركين بالسوق إلى توقع خفض معدلات الفائدة 65 نقطة أساس العام القادم. التركيز اليوم مش على قرار الاجتماع، انما على المؤتمر الصحفي لكريستين لاغارد والتوجيهات يلي رح تعطيها للاسواق. اذا فعلا ابدت كريستين لاغارد انه او ظهرت كريستين لاغارد بلهجه تشير الى ان معدلات الفائده او هذا التوقف برفع معدلات الفائده منه توقف مرحلي، انما خلص انتهينا من عمليه رفع الفائده، سيشهد اليورو تراجعات. واذا اشارت بالفعل انه الصناع السياسي النقدي عم يدرسوا امكانيه خفض معدلات الفائده حتى، اتوقع ان يتاذى اليورو بشكل كثير كبير. صعب بس يعني هل متوقع انه تشير الى هذا الامر؟ عاده هن ما بيعطوا توجيهات واضحه ابدا، ما السيجنلز اللي بنترقبهم ابدا، بنبقى ناطرين يتغير كلمه واحده بالمحضر. بالحقيقه صحيح ما ممكن يخفضوا معدلات الفائدة، اقتصاد منطقة اليورو عم بيروح من سيء إلى أسوأ، معدلات التضخم ما زالت مرتفعة جدا لخفض معدلات الفائدة، الوضع غير مطمئن، البيانات الاقتصادية منا جيدة أبدا، طلبات المصانع أو الفاكتوري أوردرز هي عم تتراجع بأسرع وتيرة من 3 سنوات، والمؤشرات القيادية مثل مؤشرات مديرية المشتريات يلي صدرت هذا الأسبوع تشير إلى تباطؤ مرتقب بعد بالاقتصاد. والمستهلك الأوروبي عم يتأذى من معدلات الفائدة المرتفعة وعودة أسعار النفط للارتفاع، لذلك غير ضعف كتير بالدولار الأمريكي ماني شايف أي سبب حتى ممكن يرفع اليورو بالفترة القادمة. خلينا أسألك عن هذا الموضوع، معدلات الفائدة بعيد بس عوائد سندات الخزانة الأمريكية شغل شاغل للأسواق اليوم. أولا يعني تحليلك لهذا الارتفاع وإلى أي مدى ممكن أن يستمر، يعني هل برأيك مستمرون على يعني كل ما قلنا أنه ارتفاع آني وبترجع بتنخفض شوي عائد 10 سنوات بيرجع بيعمل قفزة جديدة، فبرأيك ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ وهذا عادة بدعم الدولار، فبالتالي يعني إلى أي مدى هذا ممكن أن يؤدي إلى تراجع على العملات الرئيسية الأخرى مقابل الدولار أو ارتفاع للدولار؟ لا شك أنه الدولار هو الأقوى، وهذا العامل الأساسي اللي عم بيؤدي لارتفاع بعوائد السندات، مش قوة الدولار وإنما قوة الاقتصاد الأمريكي نسبة للاقتصادات الأخرى. يمكن الاقتصاد الأمريكي منه بأفضل حال، ولكن هو الأفضل مقارنة بالاقتصادات الأخرى، هذا سبب من أسباب ارتفاع عوائد السندات. السبب الآخر هو الإصدارات الكثيفة من قبل الحكومة لسد العجز بالميزانية. طبعا هذا الإصدارات مش رح تستمر بهذه الوتيرة، لذلك على المدى البعيد لا أتوقع أن تستمر العوائد بالارتفاع، ولكن حاليا في مومنتم عالي، في زخم قوي، وفي عدة عوامل عم تأثر للارتفاع، من قوة الاقتصاد ومن الإصدارات الكثيفة، أتوقع أن تستمر. وإذا صار في تعديل لتوقعات رفع معدلات الفائدة، يعني إذا استمرت البيانات الاقتصادية بالإشارة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، ممكن المشاركين بالسوق يرجعوا يعدلوا توقعاتهم ويرجعوا يحتسبوا رفع إضافي على معدلات الفائدة أو تخفيض أقل. أنا هيدا سؤالي التالي، أنه اليوم كل شيء عم نشوفه بالأسواق، وعنا هذا الأسبوع أرقام مهمة، أرقام الإنفاق الشخصي تصدر هذا الأسبوع، اليوم عنا الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، كيف ممكن أن تؤثر بتوجهات الفيدرالي؟ لأن في وجهة نظر بتقول أنه ارتفاع العوائد اللي حصل بيغني الفيدرالي عن المزيد من الرفع، ولكن اليوم عم نشوف الريزيلينس بالإيكونومي، يعني بالإف آي آي بالأمس كنا عم نستمع إلى كلام من بلاك روك كان عم بيقول أنه لا نرى ركود بال 2024، ممكن لا نرى لا soft landing ولا hard landing، وبالتالي في قوة للاقتصاد ناتجة عن كل هالستيمولس اللي انعمل بالفترة السابقة بكوفيد وما بعد كوفيد والشيكات اللي اندفعت للناس، فالوضع الاقتصادي قوي جدا، السيولة ما زالت موجودة، يعني عم نشوف المستهلك الأمريكي في صلابة يعني في قوة بالاستهلاك ما عم تنخفض رغم ارتفاع معدلات الفائدة. يمكن الولايات المتحدة تتأثر أو المستهلك الأمريكي يتأثر أقل من الدول الأخرى بمعدلات الفائدة لأنه عندهم الفيكست ريت على المورجيجز على الرهن العقاري، والسيولة كانت هي الأكثر بالولايات المتحدة،
ولكن قوة سدد عم نحكي اليوم انه عوائد المورجز كلفة المورجز وصلت على مستوى 21 سنة، يعني بعد في هالتباطؤ بالقطاع العقاري بدنا نشوف كيف بده بس بعدنا عم نشوف ارتفاع بالاسعار، ارتفاع باسعار الاجارات ومبيعات المنازل الجديدة، عم نشوف نيو هوم سيلز على كل نجد قوية وهي اللي ادت الى ارتفاع العوائد. سوق العمل صلب بشكل يعني مش طبيعي، فالاقتصاد الامريكي قوي، واذا استمرت هذه البيانات الاقتصادية بهذه عم تجي بهيدي النتيجة، ممكن نخفض توقعات خفض معدلات الفائدة للعام القادم من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وهيدا بدوره رح يعزز مزيد من الارتفاع بعوائد السندات، ممكن تخطي مستوى 5%، يخدنا إلى 5.3% يلي هو كان مرتفع عام 2006 يلي صار من عنده رفض. فبعد في مجال للارتفاع، ولكن على المدى البعيد يعني وصلنا الى البيك بمعدلات الفائده، ولن يكون هناك رفع كثير والاهم من توجيهات الفيدرالي هي توقعات المشاركين بالسوق، لانه هن اللي بحركوا السوق مش توجيهات الفيدرالي ما حدا عم بصدقه باخر سنتين، ما حدا عم ياخذ بالتوجيهات اللي عم يعطيها. كان في انفصال او تباعد بين التوجيهات الفيدرالي وتوقعات المستثمرين، فتوقعات المستثمرين هي اهم من جيمي دايمون بالامس بالاف اي اي كان عم بيقول انه فقد المصداقيه، يعني عم بيرجع مره جديده مثل ما قلت ما حدا عم بيصدق الكلام، وايضا سياساته اثبتت انه يعني مضيع البوصله مثل ما بيقولوا، يعني مش كثير ولكن الاسواق عم تتاثر اكثر بتوقعات المستثمرين من التوجيهات اللي عم يعطونا اياها.